خذ ورقكم. أنا أشرح، لا أريد كلاما فقط الاستماع. هذه الخطاطة هي جامعة لأحكام الطهارة. سد الشرج بتنسالي عفوا. جامعة لأحكام الطهارة التي تحتاجونها. أولا، عندنا الطهارة في العموم في الإسلام تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية أي غير ملموسة، مثلا حينما نقول الحزن الفرح، هل هو شيء معنوي أم حسي؟ معنوي، هو معنى، هو معنى وليس ملموسا، هو معنى آثاره حسية. فالطهارة المعنوية أي طهارة القلب والنفس من الرذائل، من الرذائل مثل الشرك، الحسد، الحقد، الكبر، الأنانية وسائر الرذائل النفسية التي تتعلق بالقلب. الذي يهمنا والذي تنبني عليه أحكام الصلاة هي الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية مطلوبة من المسلم، نعم، وما الطهارة الحسية إلا وسيلة للحصول على الطهارة المعنوية. ربي لين باك توصل، باك توصل أنك تكون مطهر النفس، مطهر البدن، ثم البدن يساعدك أو يقودك تطهير البدن إلى تطهير القلب والنفس الذي هو يعني ينظر الله إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الطهارة الحسية فيها ثلاثة أقسام، أولا أو عفوا إلى قسمين، عفوا قسمين، طهارة الحدث وطهارة الخبث. لنقف مع الخبث. ما هو الخبث؟ درت لك واحد السهم على الشمال. الخبث يقصد به هنا النجاسة، أي النجاسة فيها البول، فيها الغائط، فيها المذي، وفيها الدم. البول، الغائط، المذي والدم. الدم قل المذي، نعم صحناها، ثم مكتوب المني لكن خطأ، لأن المني عند أكثر الفقهاء طاهر وليس بنجس. المذي نجيو عاوتاني، نعاودو نفصلو عاوتاني في المذي والمني، ما كاينش مشكل. والدم، وقلنا الدم إذا كان أكثر من تقريبا الشقفة ديال 10 دراهم مثلا كيكون نجس. إنسان جرح وخرج منه دم خفيف بحال مثلا تحلة السكر، بحال كتخرج الدم قطرة قطرتين، ماشي نجس، ماشي مشكل، وخي عمر التوب ماشي مشكل. إلا فات واحد القدر معين تقريبا هكا كيولي نجس، كيخصو التنظيف، كيخصو التنظيف وخروج المذي. وإذا خرج المذي فإنه نجاسة ينبغي تطهيرها. إذا هذا هو الخبث والنجاسة. شنو كان قصد سيدي طهارة الخبث؟ أي تطهير البدن والثوب والمكان من النجاسة العالقة به بالماء. عندك ثوب رش عليه بول، عندك ثوب فيه شيء من مذي، عندك ثوب فيه دم أكثر من القدر اللي قلنا، أو مكان أو بدن، الواجب آش؟ غسله بالماء، أو باش تغسليه ثاني كروة بالماء. الماء، الماء فيه طهارة. بغيت تزيد ديك الساعة الصابون باش تحيد شي ريحة ما كاينش مشكل، لكن الماء هو الطهارة. هذا هو طهارة الخبث المعروفة الأولى، القسم الأول من أقسام الطهارة الحسية. يعني لو بغيت نصلي خاص التوب ديالي والبدن ديالي والمكان اللي غنصلي فيه يكون طاهر من أي نجاسة، أي بول، غائط، مذي، دم كثير. وإذا كانت إحدى هذه الأربع ننظفها بالماء عاد باش نصلي.
فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أعرابيا بال في المسجد قام إليه الصحابة يهمون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحبسوه على البول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الفقه دياله. نعم، هو ناض أعرابي، بمعنى واحد إنسان اللي هو بدوي ما قاريش ما كيعرفش، ناض تبول في المسجد. قالت الصحابة بغي يتلحوا عليه، قال لهم زكاز حبس حتى يكمل التبول دياله، رحمة النبي حتى يكمل التبول دياله، لأن ما خاصش تحبس البول، تحبس البول صحيا ما خاصش يكون. حتى سأل فقال الآن أتهرقوا عليه واحد سطل من الماء، مزيان. إذا غير الماء بوحدو راه كافي لإزالة النجاسة والتطهير. ديك الساعة بغيتي تزيد شي منظف آخر باش يحيد الريحة لا بأس. إذا هذا القسم الأول من أقسام الطهارة الحسية، طهارة الخبث. القسم الثاني هو طهارة الحدث. ما هو الحدث؟ درت لك دوار عليه وكتبت على الشمال هو فساد الوضوء. أحدث فلان أي أفسد وضوءه. وفساد الوضوء فيه قسم، لأن الوضوء ينقسم إلى قسمين، وضوء أش وضوء أصغر وضوء أكبر، هي اللي كنسميوها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. إذا لما كان عندي طهارة صغرى وطهارة كبرى خاص يكون عندي قبل منها أش حدث أصغر وحدث أكبر. ما هو الحدث الأصغر؟ يكون الحدث الأصغر بالنوم الثقيل. النوم الثقيل الشرع قريته في الابتدائي، التبول، خروج الريح، خروج المذي ومس الفرج بشهوة، مس الفرج بشهوة. ومس الفرج الفقهاء اختلفوا، العلماء اختلفوا في مس الفرج. منهم من قال من مس فرجه متعمدا بطل وضوءه، منهم من قال لا خصو حتى يمس الفرج بغير حائل، إذا ما كانش الثوب، إذا كان الثوب لا يبطل وضوءه، إذا ما كانش الثوب عاد كيتبطل الوضوء. منهم من قال من مسه بهذا المكان من الجلد لا ينقض وضوءه، ومن مسه براحة الكف بطل وضوءه، ومنهم من قال إنما يبطل باش بالمس بشهوة. وهذا هو الراجح الله أعلم، أنه سواء بباطن الكف أم بظاهر اليد أم قد يقع خطأ، قد يقع خطأ أو بحائل أو بغير حائل. إحنا عندنا العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا مس الإنسان فرجه بشهوة بطل وضوء الأصغر، لزمه أن يعيد الوضوء، لزمه أن يعيد الوضوء. ولا يمكن للإنسان أنه لن يمس فرجه، ما يمكنش. أحد صحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مسست فرجي هل علي من شيء؟ قال هو بضعة منك، يعني هو داخل في جسدك، مثل ما تقيس شعرك وتقيس نيفك وتقيس وجهك وتقيس يدك قد تمس فرجك، فهو بضعة منك. لكن الخلاف بين الفرج وبين سائر أعضاء الجسد أن الفرج مس بشهوة، فإذا مسسته بشهوة وجب إعادة الوضوء لأنه نقضت الطهارة الصغرى. مفهوم ولا لا؟ نعم. إذا هذا الحدث الأصغر كيف يرفع أو بما يرفع؟ قلت لك سام من تحت وقلت لك يرفع باش بالطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى غنجيو ليها إن شاء الله. عندنا القسم الثاني من أقسام الحدث اللي هو الحدث الأكبر. الحدث الأكبر قلت لك بين قوسين هي الجنابة، هي إيش؟ الجنابة. بما تقع الجنابة؟ أولا الجماع، العلاقة الجنسية التي تكون بين الرجل والمرأة، بين المخلوقات بصفة عامة هو يسمى جماعا، والمقصود هنا لا شك الجماع بين الرجل والمرأة. الجماع، خروج المني سواء كان بجماع أو بغيره كالاحتلام، وكلكم تعرفون ما هو الاحتلام، تحدثنا عنه سابقا. والإنسان لا يمكن أن يبلغ إلا إذا احتلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فالصبي الدري الصغير كيتحاسب ولا ما كيتحاسبش؟ ما كيتحاسبش. انت كيبدا يتحاسب اذا بلغ، باش نعرفوا بلغ؟ اذا احتلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فإذا حتى يحتلم إذا بلغ الحلم، إذا احتلم سواء كان رجل أو امرأة. شو هذا اللي كيجي هنا؟ قول لي بارك الله فيك، طيب طيقك علينا هنايا. شي واحد تيجري تما غادي يجي، ما فهمتش انا اش كاين. اي ولكن تيبقى يجري كي درت لك علينا هنايا. صبر اولي، صبر اولي، الاسئله حتى الاخر، الاسئله حتى الاخر. صافي اجي. اي احتلام، قلنا يقع الانسان انه يرى في المنام صورا، لان قلنا ان الله تعالى خلق في الانسان مجموعه من الشهوات. ما يمكنش الله يخلق في الانسان شهوه ثم يقول له اكتمها وكبتها وصافي غتسد عليها ما كاينش كاع. وعلاش خلق الله؟ خلق فيك شهوه النوم، واش قالك ما تنعش؟ قالك ما تنعش؟ ناس شهوه هذيك واجب جسدي غريزه، لكن انت ما تنعش، ما تنعش اوقات الصلاه. قد الصلاة ما خصكش تنعس على الصلاة المفروضة اللي تفوت وقتها. جعل الله فيك غريزة الأكل والشرب شهوة، قال لك ما تاكلش، كلوا شرب كلوا واشربوا، غير ما تاكلش أثناء الطاعة أثناء الصلاة، ما تاكلش في الصيام في رمضان في الصيام الواجب، وما تاكلش محرمات، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. خلق في الإنسان شهوة الجنس، هذه كل شيء كيعرفها صح ولا لا؟ وإلا باش نتوما كنتو باش غيكونوا ولادكم إلا بعلاقة جنسية بين الرجل والمرأة. لكن هاد الشهوة واش قال لك ما كايناش كاع؟ خلقها فيك. اش دار الله؟ يؤطر الإسلام، يؤطر الشهوات، أن هاد الشهوة خاصها تصرف في ماذا؟ في مباح، في حلال، اللي هو اش؟ الزواج. هاد العلاقة الجنسية الإنسان راه تيعرفها منين كيكون باقي صغير، تيبدا يسمع، تيبدا يعرف، تيبدا يجمع من هنا معلومات، من هنا معلومات، من هنا معلومات. الإنسان قد ينظر إلى حرام، الزنقة راه ما فيهاش كلشي مقاد، الزنقة فيها عري، فيها كذا. الإنسان يجمع صورا في داخله، في نفسه، يأتي إلى النوم قد يرى تلك الصور تتمثل له أمامه إذا جمعت شهوته، فتتمثل تلك الصور أمام عينه وكأنه يشاهد مقطعا، كأنه يشاهد إيش؟ مقطع فيديو. فتثور شهوته فيستيقظ على الاحتلام. هذا ممكن أن يقع، هذه فطرة في الإنسان، يقع للذكر والأنثى على حد سواء، مفهوم ولا لا؟ يخرج على إثر الاحتلام المني، فإذا خرج المني دل هذا على وقوع الجنابة، فوجب رفعها بالاغتسال، بالغسل الأكبر الذي تدرسناه سليما. نعم، إذا جماع خروج مني دم الحيض ودم النفاس. أما خروج المني إذا خرج من الرجل أو من المرأة مني أو وقع جماع، وجب عليه أن يغتسل على الفور، على الفور، لا يجوز له أن يبقى على جنابة، يعني تبع الصلاة وتبع كذا. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء ليس طهرها بيدها، إمتى تتطهر بالاغتسال؟ إذا طهرت من الحيض والنفاس. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ولموا أنكم ملاقوه وبشروا المؤمنين. إذن إذا طهرت المرأة من حيض، من قشفها الحيض، انقطع دم الحيض وانقطع دم النفاس، فهنا شو خاصة تدير؟ خاصة إيش؟ تغتسل. والرجل إذا خرج منه مني أو مرأة أو بجماع وما كانش دم حيض دم نفاس، شو خاصهم يديروا؟ يغتسلون على الفور، على التو، بمجرد ما يرى خصو يغتسل. إلا إذا كان هناك مانع، مثلا إنسان استيقظ على احتلام في الصباح مثلا في هذا البرد وخدامه هذا وما يقدرش يغتسل في ذاك الوقت لأنه كيمرض، هو يسارع المرض إليه. أنت باش كنقول لك يسارع المرض إليه، إلا دوش وخرج في الباص يضرب البرد. فاش نقولوا ليه؟ نقول ليه تيمم للاغتسال وتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة وحتى طلع الشمس ويسخن شوية الحال واغتسل. الناس في العروبية ما عندهمش الدوش، عندهم غير الماء البارد، يمشيو يسقيو الماء بارد. وشنو هذا الراجل ما يجامعش الزوجه ديالو، الزوجه ما يجامعهاش، يبقى يتسنى حتى يدخل الحال حتى يتصيف. فاستيقظ على الاحتلام،
نقول له ما تصليش للصيف تتغتسل، انا شنو خصو يدير؟ ما يقدرش هو يعوم ما بارد، يتيمم ها نجيو التيمم، يتيمم لتعويض الاغتسال، ثم يتوضا للصلاه الوضوء الاصغر اللي غنجيو ليه، ثم هو يكمل عادي حتى يتسنى له باذن الله تدفئه الماء. ان تسنى له ذلك وجب عليه الغسل، والقاعده الفقهيه اذا حضر الماء بطل التيمم. بما يرد بما ترفع الجنابة؟ ترفع باش بالطهارة كبرى، كبرى الجنابة حدث أكبر، إذا ترفع باش بالطهارة كبرى. الآن غنمشيو سيدي الأقسام طهارة الحدث، أقسام طهارة الحدث اللي هي المسمات بأنواع الطهارة ثلاثة: الطهارة الصغرى، الطهارة الكبرى، التيمم. الطهارة الصغرى هو الوضوء الأصغر، انا كنعاود نعطي لك بمسمى اخر لانك تقدر تكون انت في الدارجه ديالنا كنقولوا الوضوء الصغير، فملي غنقول لك شنو هي الطهاره الصغرى ما تقولش ما قريناهاش، ما تقولش نسيتها، لا ما عرفتهاش، ناري دخت ويلي لا ناري كذا. راه الطهاره الصغرى هي الوضوء الصغير، هو اللي كتوضا به للصلاه 5 مرات في اليوم ان 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 ان, إن وجب عليك ذلك. اذا الوضوء الاصغر ويكون بالنيه، خصني نوي. أرى منوي ما كتقولش نويت، بمجرد ما كنمشي نهز مقراج وندفي شويه الماء ولا نهز الترموسه ولا نهز الطله ونعمر باش نتوضا، راه هذيك هي النيه. هممت بالوضوء راه هذيك راه نيه، النيه. ثم اش عندك في النيه؟ البسمله ثم غسل اليدين والمضمضه، غسل اليدين تلهنا والمضمضه، الاستنشاق الاستنثار، ثم غسل الوجه، ثم مسح الرأس ورده، راهما الاولين، هما الاولين تبدا بهم، مسح الرأس ورده مع تخليل الاذنين هكذا والداخل، ثم الله يرضي عليك الكعبين. الآن نمر إلى الطهارة الكبرى. الوضوء الأصغر غنلجؤوا ليه في الحدث الأصغر الذي يقع باش نوم ثقيل، التغوط، خروج مادي، ومس الفرج بالشعر. برافو عليك، حفظتوا كذا مزيان. الآن الطهارة الكبرى ويسمى بالغسل أو تسمى بالغسل، الآن عفاك تبعوا أكثر حتى نطلب منكم تشاركوا عاد تشاركوا، وتكون بالنية، ضروري من النية. هو الغسل في اللغة هو تعميم الجسد بالماء، واحد الإنسان كان على جنابة ومشى للبحر فاغتسل البحر وخرج، إلى نوى بهذا الغطس نوى الاغتسال من الجنابة وخرج رفع الحدث الأكبر، رفعت الجنابة وتم الاغتسال، يبقى ينقص آش الوضوء أصغر على خلاف بين الفقهاء. أما إلى هو مثل عنده فيلا عنده بيسين وعلى جنابة ومثلا كي 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 غفلوا صاحبه مثلا دفعوا طاح في البيسين وخرج كله هو فاسق، قال صافي اغتسلت من الجناب مقبول؟ لا. علاش؟ ما نواش، ما قدمش اي نيه. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تعميم، ثم اذا تكون بالنيه، ثم تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء زائد الوضوء الاصغر، زائد الوضوء الاصغر. بعض الفقهاء ما اشترطوش الوضوء الاصغر في الاغتسال، لكن الاولى ان يتوضا الانسان الوضوء الاصغر اللي هو الطهاره الصغرى اللي قرينا قبيله. وشنو كتب لتحت؟ وهو الاغتسال من الجنابه، وهو الاغتسال من الجنابه. الغسل هو الاغتسال من الجنابه. الان عندنا النوع الثالث من انواع الطهاره او القسم الثالث من اقسام طهاره الحدث هو التيمم. التيمم دابا حنا عندنا طهاره صغرى، طهاره كبرى، طهاره صغرى للحدث الاصغر، طهاره كبرى للحدث الاكبر. تيمم واحد يمشي في الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، يمشي في الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. التيمم
متى نلجأ للتيمم؟ كتبت لك تما يجزئ عند امتكن الجأ صفاء التيمم في إحدى الحالات الثلاث: انعدام الماء، ما كاينش، كاينش ما لا وجود للماء أتيمم. فإن كان الماء موجودا لكن قليل غير متوفر كفاية لا يكفي. عندنا سيدي 5 لتر ديال الماء ولا عندنا بوديزات، إلا نتانا اغتسلت بهم خاصني سطل أو خاصني بوديزة كاملة أو أقل أو أكثر. مهم هذا الماء اللي غنغتسل به ما نخليش ليهم هما باش يشربوا باش يتوضاو وباش يطيبوا الطاجين اللي تدير فيه الماء، وهكذا هي الأمور. فإذا ما خليش ليهم الماء لاش شنو خاصني؟ هنا يجوز أن ألجأ إلى التيمم. الحالة الثالثة عند عدم القدرة على استعماله، وعدم القدرة على استعمال الماء السحيقة فيه ثلاثة، فيه جوج. عدم القدرة على استعماله أولا إذا كان إنسان مريض مثلا الله يسر به حروق، وإذا اغتسل الماء مع الحروق يؤدي إلى سميتهم إلى تعفنات. فهنا لا، هنا لا، كان جوج الصحابة كان واحد فيهم شجة في رأسه الله يسر مضروب في رأسه عنده فتحة في الرأس دم يسيل، وسول الصحابة واش هل تجدون لي من رخصة خصني نغتسل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا، قالوا لن نجد لك من رخصة. توضى لما اغتسل دخل الماء للجرح مات. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه هما قتلوه خطأ، لكن ما خصهمش يلجؤوا الإفتاء، الأولى أن يستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الباب. فإذا هذا في الاغتسال وكذلك في الوضوء. لكن واحد الحاجة الناس ما فاهمينهاش، أنه كيجيو مثلا الإنسان مثلا مهرس من رجليه، مهرس من يديه، شي حاجة بحال هكا، وكيجي مباشرة لأنه مهرس من يديه كيتيم. لا، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، خاصك تجيب ما استطعت من الوضوء. متى إنسان مهرس من يد اليمنى لا قدر الله، راه الأعضاء الأخرين يقدر يتوضى بهم، يوضي اليد اليسرى ويوضي رجليه، غيوضي وجهه، غيوضي راسه، غيوضي شعره، غيوضي ودني، غتبقى اليد اليمنى غيجي اليد اليمنى يمسح من الفوق بماء يسير، من فوق الجبيرة يمسحه بماء يسير. هكذا في رجليه نفس الشيء، هكذا في رجليه نفس الشيء. إنسان مثلا مفدوع من رجليه أو مهرس من رجليه وخصو يغتسل من الجنابة، راه ممكن يدخل الدوش بالجبيرة ويدير ليها ميكا ويغتسل سائر الجسد، وبلاصة الرجلين ماشي بضرورة يوصلها لما ديك الساعة. إنسان مثلا هذه راه حتى في الصلاة، إنسان ضره رجليه ولا هذا كيصلي جالس، راه غتصلي ما استطعت من الصلاة وتأتي بالأركان وتأتي بالفرائض، الحاجة اللي ما تقدرش ديرها هي اللي ما غديرهاش. فهنا يا إنسان فرضا فاتح مثلا، فاتح على رجليه مثلا ما يقدرش يوصل الماء، حتى ذاك شوية الماء ما يقدرش يديرو من فوق الباندا لأنه غينزل وغيوصل الجرح. هنا ذاك العضو اللي ما غيوصلش الماء يتيمم له، قال بعض العلماء يتيمم له. يا ولدي استمع، أنا كنعطيك أمثلة، ما لا بابا ولا جدة، أنا كنعطيك أمثلة وانتقص عليهم، وانتقص عليهم، شفاه الله وعافاه. فها هو معت من مكان معين أو مجروح من مكان معين، غيتوضى لسائر الأعضاء الأخرى الباقية، ملي غيجي لذاك العضو ما يقيصوش وفي الأخر آش يتيممو له لتعويض النقص ديال الماء الذي لم يصل إلى العضو المضرور. فاهمين ولا لا؟ وهنا يتيمم، هنا يتيمم. فرضا الانسان راه يقدر يمو شي واحد، يقدر يوضيه الا كان مثلا انسان ما مهرش ما محروق ما والو، لكن ما يقدرش ينوض من ناموسيه مثلا، يقدر يوضي شي واحد الا قدر شي واحد يوضيه، كان عنده امكانيه شي واحد يوضيه، راه يوضيه في بلاصتو غير شويه الماء هكذا فوطه تحت منه باش ما يفزكش ناموسيه ويوضيه. فان لم يكن ديك الساعه نلجا للتيمم حتى كنبلغوا الماكسيموم ديال القدره ديالنا، ومن كنقولوا صافي الباب تسد راه ما يمكنش عاد كنلجا للتيمم. ف
فرض حتى تيمم واحد ما يقدرش عليه، واحد محتجز سدوا عليه، حبسوه في حبس، حبسوه في بيت وخلاوه وما عندوش باش يتوضا، ما خلاو ليه الماء لا والو، وما عندوش باش يتيمم، ويديه مكبله ينوي، ينوي انه تطهر وخا النجاسه تكون حويجه، ينوي انه تطهر ويتقبل الله تعالى منه ويصلي بحسب ما يستطيع من الحركات، واش محبوس ولا ما محبوش، واش عنده فين ركع، واش عنده فين يسجد. ديك الساعه ربي تيتقبل، ديك الساعه ربي تحكم على اهل على النيه، على النيه. نعم. اذا يلجا الى التيمم في الحاله الثالثه قلنا عند عدم القدره على استعماله في المرض، او الحاله الثانيه خشيه المرض، انسان ما مريض لكن خافي مرض، ما مريضش خافي مرض. الوضوء الصغير ما تخافش مرضك، لكن الوضوء الكبير اللي نتكلم انا قلتها قبيله، انه انسان مثلا دغيا تضربوا البرد واصبح على احتلام، خاص ما يقدرش يدوج ديك الساعه يضربوا البرد، وجا صلاه الفجر مثلا خاص يمشي للخدمه، يتيمم ثم يتوضا الوضوء الاصغر، يصلي الصلاه الواجبه حتى لا يفوت وقتها، اها، ثم اذا طلعت الشمس هكا اشرقت الشمس وهذا والحال سخن شويه، وجب عليه الاغتسال، وجب عليه الاغتسال. هذا التيمم هو النوع الثاني، النوع الثالث من انواع الطهاره، والقسم الثالث من اقسام طهاره الحدث. كيفيه التيمم؟ جعلت لكم تحت كيفيه التيمم. يكون بالمسح على ما صعد على الارض من حجر او تراب طيب طاهر، مشر واحد مشى للرخامه جايبه من اللوزين وبدا يتيمم بها، انما ما صعد على الارض فتيمم صعيدا طيبا، ما صعد على الارض من حجر او تراب طيب طاهر. الاصل ان جميع التراب في الارض والحجر في الارض طاهر، قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جيت انا بغيت نصلي الجوامع جدي سادين بكورونا فرضا، ما لقيتش فين نصلي، ما عنديش صلايه، اصلي على الارض واش طاهره ولا لا؟ الاصل انها طاهره، ما بداش نشمشم فيها ونقلب واحد كا وقيله واحد النار شي واحد كان دايزو ورجلي فيها، ما تفتحش الباب صلي، مادام ما بانش لك نجاسه ما شميتيش ريحه النجاسه تصلي انت على الطهاره، فاهمين ولا لا؟ نعم. تيمم نفسي، لقيت حجر على الارض بغيت نتيمم به، واش كذا واش بالت عليه مشاوش، ماشي سوقك انت، انت هز الحجر ما تشمو ما يشمك، هز الحجر تيمم به ونبينا عليه السلام، منين تبان لك النجاسه عاد كتولي كتحاسب عليها، حتى كتبان لك النجاسه. اسكت اودي الله يرضي عليك خليني نشرح. كيفيه التيمم؟ يكون بالمسح، قلنا ضربتان، ضربه اولى، ضربه ماشي كتشد حجره وتشيل على راسك، ضربه هي يسمى ضربه، كتحط يديك على التراب او الحجر، مسح الاولى تمسح بها الوجه، مسح حتى تمسح بها اليدين، على خلاف واش تر هنا واش تر هنا، درتي هنا درتي السنه، درتي الواجب نسيت هنا درتي السنه. اذا مسحه او ضربه يمسح بها الوجه، وضربه ثانيه يمسح بها اليدان. قلنا وعندنا تفصيل درنا اللور ديال الخريطه ديال الخطط عفوا، الفرق بين المني والمذي، فروقات باش تقدر الانسان يفرق، لان كيجيوني مع الاسف كيجيوني شباب في العشرينات من العمر الثلاثينات، انا ما بقيتش كنصلي، علاش؟ لان كنعكز كنغتسل كل نهار، علاش يا سيدي؟ لاني لقيت في الثوب ديالي وكذا وكذا وكذا. يا سيدي هذا الذي رايت هل هو مني ام مذي؟ يقول ما ادري، وقيل مذي وقيل مني، وهو عنده 30 سنه وما عارفش يفرق ما بين المني والمذي، حشومه، لان التفريق بينهما يقتضي التفريق بين الاحكام، راه ماشي نفس الحكم. فانسان لقى مذي راه واجب عليه اش؟ ان يغسل الفرجه فقط، وان ينظف الثوب، ويتوضا الطهاره الصغرى، ثم يصلي، ما واجبش عليه الغسل اصلا. هذاك اللي كيخرج بزاف هو المذي. المذي قلنا اولا الفرق الاول، العلامة الأولى لا لون له، لونه بحال الماء، لا لون له، لا رائحة له، لازج، لازج يخرج يخرج منه القليل أحيانا، غالبا تكون قليل ما تكونش بزاف، يخرج منه القليل أحيانا دون شعور، تقدر ما تشعرش به عند بداية الشعور، غير إذا بدا يتفكر
قد يخرج شيء من المذي ويكون قليلا. تقدر تسكت ولدي الله يرضي عليك؟ هذا الشيء قولوا لي في الفرض. المني الفرق بينه وبين المذي له لون، قلنا ابيض مائل الى الصفرة. له رائحة قوية على بالنسبة النفاذة، رائحة قوية احيانا على حسب الاطعمه والاشربه التي يكون الانسان، على حسب البنيه الجسمانيه ديال الانسان. اولدي اولدي انا ما نقراش بيولوجي، انا تنتكلم لك على الغالب. الغالب هو ما يمكنش الانسان ما يفرقش ما بين مذي وما بين مني. الالماني ثخين، التكستور ديالو ثقيله شويه ثخين، ثم هو يخرج بكثره مقارنه مع المذي. إذا كان فيه لون راه ما يمكنش يكون مذي، إذا كان فيه لون راه مني، راه ماشي مذي هذاك. والمني ما يمكنش ما تعرفوش إلا كنتي فايق، لأن يخرج فيه عند ذروة الشهوة، عند قوة الشهوة، عند آخر الشهوة، هو آخرها. لما تخرج المني صافي ما تتبقاش الشهوة. فهمتي ولا لا؟ فهو ما يمكنش إنسان فايق وما يعرفوش. إمتى غيختار ذاك الأمر؟ إذا استيقظت في الصباح. استيقظت في الصباح ولقيت سائل على الثوب ديالي. اما يحتمل ان يكون مانيا او مذيا. اما التبول راك عاد تحلم براسك كتبول في الطواليت وتفيق مشطره. اه كتحس راسك سخون، تحس راسك عين. لكن المني والمذي، المني والمذي قد يختلط عليك الامر. طيب اذا وجدته سائلا لا لون له، لا 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 رائحه له، لازج نوعا ما قليل، هو مذي. وانا في المنام مع عقلت راسي حلمت بشي حاجه ما شفت والو، فهو في الغالب مذي. ان انك تحكم بالغالب اشنو غندير؟ قلنا حكمه النضح بالماء، جيب شويه الماء وطرش هكا يتخلط بالماء شويه وزيلت النجاسه، ثم غسل الفرج كاملا، ثم الطهاره الصغرى ديال الوضوء الصغير، ثم تصلي. ونبينا عليه السلام ما شافك حد، ما تبدل هذا حوايجك ما والو، هذه الطريقه كافيه باش نعرفوا إلا كان مني. أولا قد أشعر به، إلا ما شعرتش به سأجد له رائحة أو أجد له لونا أو أجده كثيرا، كتلقى الطبعة كبيرة، هنا غنعرف بأنه مني. هنا وجب علي ماذا؟ الاغتسال، الغسل الأكبر قرينة قبيلة. هنا مشكلة أخرى، إلا لقينا سيدي ذات مدة سويعات أو ساعات ولقيت أنه يابسة كرم كرم، كانت طبيعة صغيرة عاوتاني راه يغلب على الظن أنه مذي وما عندوش رائحة. هو غالبا إلا يبس ما تبقاش فيه الرائحة الحساب. هنا اش غادي ندير؟ إلا كان قوي وقشروه شوية الماء وتقشر، إي شوية الماء وتقشر تفرك هكا بحال كتحك صافي أزيلت النجاسة، ودير نفس المسألة اللي تكلمنا عليها. وإذا كان ظاهر أنه مني ويابسنا وجب عليك أش الاغتسال وتسبن حوايجك إن شاء الله. وإن كان هو طاهر، المني طاهر ليس بنجس. وقد يقول البعض يقول لك وبالله إذا خرج المني وجب الاغتسال الأكبر طهارة الكبرى، وأنت كتقول لي المني طاهر وليس بنجس، هذا هو الراجح حسب الأحاديث، وكتقول لي باللي المني نجس وما يوجبش الطهارة الكبرى. نقول أن الجنابة لم تقع من حيث نجاسة أو طهارة الخارج من السبيل المني، وإنما وقعت بالخروج. إذا خرج المني وجب الغسل، إذا خرج المني وجب الغسل سواء كان طاهرا أو نجسا ما عندوش علاقة. الجنابة هنا ما عندهاش علاقة بنجاسة أو طهارة السائل الخارج، عندها علاقة بالخروج في حد ذاته سواء كان طاهرا أو نجسا. أما ترى أن البول نجس ولا تغتسل له الغسل الأكبر، واش من كاين إنسان كيتبول كيمشي كيدوش؟ لا كيستنجى فقط ويتفضل الوضوء الأصغر. فإذا كونه نجس لا يعني وجوب الاغتسال، وكونه ليس بنجس لا يعني عدم الاغتسال. أما رأيت أن الرجل يجامع زوجته من غير إنزال من غير خروج مني ويجب في حقه الغسل. مفهوم ولا لا؟ هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. فهمت يا ولدي؟ هذه عاود تعلق قبل كنت تحت كنت غائب. ما بناش
برافو عليك. حكمه الفقهي قلنا المذي نجس يوجب الوضوء والطهارة الصغرى وغسل الفرج وكاملا، والمني طاهر يوجب الغسل الأكبر الطهارة الكبرى أو الغسل الأكبر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى لأنه من مسببات الجنابة ومن موجبات الغسل.